أهلا بكم. تمثل التظاهرات الحدث الأبرز في المشهد العراقي، حيث أربكت هذه التظاهرات الشبابية في معظمها العملية السياسية وقواها وميليشياتها وداعميها وخاصة إيران، إذ لم يتردد أو تتردد هذه القوى وميليشياتها في إطلاق النار على المتظاهرين منذ اليوم الأول لتفجرها، فأسقطت منهم أكثر من 311 شهيدا وأصابت آلاف الجرحى، وثمة من يتحدث عن أن عدد الشهداء يفوق هذا العدد بكثير. مستقبل العراق بعد انتفاضة تشرين والآفاق السياسية لهذا الحراك الشبابي وقدرته على صنع التغيير المنشود في العراق ما بعد العام 2003 هو ما سنبحثه مع الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي نستضيف فيها الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، للحديث عن مستقبل العراق والعملية السياسية بعد انتفاضة تشرين في العراق. دكتور مرحبا بك معنا في الحلقة. مرحبا، حياكم. نبدأ من الحدث الأبرز دكتور، وهو التظاهرات أو انتفاضة تشرين الشبابية في معظمها. هناك من يتحدث أنه العراق بعد هذه الانتفاضة ربما على عتبة مرحلة سياسية جديدة مختلفة عن مرحلة عراق ما بعد عام 2003، وهي المرحلة التي سياسيا تحدث التي صممها الغزو الأمريكي والإيراني لاحقا. فعلا نحن على اعتاب مرحلة سياسية جديدة مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن مرحلة ما بعد انتفاضة تشرين هي غير ما قبل الانتفاضة، وذلك لأسباب عديدة، من أبرزها هو هذا الظهور الكبير لجيل جديد من الشباب يحمل أفكارا تغييرية كاملة وليست أفكارا إصلاحية كما تحاول بعض الجهات السياسية في النظام السياسي الحالي الترويج لها. مطالب هذا الشباب ليست مطالب خدمية كما تعودنا دائما في التظاهرات السابقة والاحتجاجات السابقة، وإنما مطالب أساسية تصب في صلب النظام السياسي القائم الآن. فإذا هذا متغير مهم يوحي بأن ما سيأتي هو غير ما تقدم، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث التغيير الكبير الذي يرجوه الشباب ونرجوه جميعا. فأنا أظن أن هذه مرحلة أولى قد تتلوها مراحل أخرى يمكن أن تحقق ما نتمناه جميعا. ما الذي يعوق داخليا وخارجيا هذه الانتفاضة من أن تحدث هذا التغيير المطلوب والمأمول والمنتظر منذ سنين؟ هو نفس العامل الذي كان يحول دون إحداث كل حركات التغيير السابقة لأهدافها منذ بداية الاحتلال وحتى اللحظة، وهو النظام السياسي المدعوم خارجيا دوليا وأقليميا. محددات العملية السياسية المرعية أمريكيا وإيرانيا لن تسمح لأي طرف ما أن يهدد هذه التوافقية السياسية القائمة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية بالاهتزاز، لأن مصالح هذه الدول زائدة مصالح القوى السياسية المتحكمة برقاب العراقيين الآن توافقت على إبقاء هذا النظام السياسي لأطول زمن ممكن ما لم يحدث متغير كبير جدا خارج الحسبان. فإذا العائق الأساسي هو أن الطرف الدولي متمثلا بأمريكا والطرف الإقليمي متمثلا بإيران، وكلا الطرفين يتحكم في المشهد العراقي، من ضمن النقاط القليلة المتفق عليها بينهم هو إبقاء النظام السياسي في العراق، لأن هما صنعا هذا النظام، ولا يمكن لمن صنع هذا النظام أن يسمح بتهديده بهذه الطريقة. ولكن كما قلت هذه المرحلة بنت على مراحل سابقة ويمكن أن تتبعها مراحل أخرى قد تحقق الأهداف لاحقا. نعم دكتور، النظام الآن في العراق في أرد حالاته، الكثير من الضربات سددت لهذا المشروع في الداخل، كانت هناك مقاومة وطنية، تظاهرات 25 شباط، تظاهرات المحافظات المنتفضة، تظاهرات الآن السنة أيضا الماضية. النظام الآن شبه مترنح، يعني عام 2003 هو أقوى من عام 2011، هو أقوى من عام 2012. يعني هذه الآن
النظام بهذا الضعف ألا يسهل على مناوئيه طبعا التظاهرات الشعبية أن تسدد له ضربة ربما لا تحتاج إلى مزيد من الجهد كما لو كان الأمر عام 2003 و 2011؟ نعم، أولا هذه المظاهرات وهذه الانتفاضة هي نتيجة تراكم لخبرة وطنية بدأت بالمقاومة ثم بعد ذلك بالعمل السياسي الجاد المناهض للاحتلال والذي تمثل في السنوات السابقة في التظاهرات التي انطلقت منذ عام 2010 والاحتجاجات والاعتصامات من 25 شباط إلى اعتصامات المحافظات الست وهكذا عبر السنوات الماضية، ثم طوال العام الماضي احتجاجات الخريجين وأصحاب الباحثين عن العمل أمام أبواب الوزارات وقمعهم بالقوة تظاهرات الكهرباء وغيرها هو الكهرباء منذ عام 2010 وهكذا كل هذه التجارب هي تجارب وطنية مهدت وهيئت أجواء لظهور هذا الجيل الآن، فهذه الانتفاضة هي استكمال لكل ما تقدم وليست منقطعة عنها، وكل من يحاول أن يشوش الصورة وأنها منقطعة ويبحث عن أسباب جديدة لها هو واهم، هي تجربة اجتماعية تحتاج وقتا طويلا لكي تنمو والحمد لله مخرجاته على الأرض الآن تدلل على غلبة البعد الوطني الذي بدأت به المقاومة والقوى المناهضة للاحتلال، هذا أمر. الأمر الثاني أتفق معك تماما ويتفق كثيرون أن النظام الآن السياسي في العراق في أضعف حالاته، وهكذا نظام في هكذا ظروف غير طبيعية وفي هكذا انتفاضة شعبية بل ثورة شعبية وفي أي مكان في العالم لا يمكث أياما أو أسابيع حتى يسقط، لكن الوضع في العراق غير. الوضع في العراق كما قلت محكوم بإرادة دولية، هذا النظام صنعته أمريكا ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة أن تسمع لطرف ما أو جهة ما بأن تنهي هذا النظام بهذه السهولة. أمر آخر، هناك أسباب موضوعية غير موجودة. من هذه الأسباب أن عوامل المساعدة والرديفة لدعم هكذا ثورة كالدعم الإقليمي، الدعم العربي، الدعم الإعلامي، التفهم العالمي لها بشكل واضح. نتحدث وجود وجود قوة مقاومة داعمة، هذه كلها غير موجودة الآن لأسباب يعرفها الجميع. نعم. دكتور، هناك أيضا من يتحدث أنه هذه الانتفاضة انتفاضة تشرين أقلقت وأربكت السلطة العملية السياسية وقواها وأيضا داعميها وخاصة الإيرانيين، ولذلك أجهدوا وبذلوا جهود كبيرة في شيطنة هذه التظاهرات وإلصاقها بشتى الاتهامات وربطها بأجندات وما إلى ذلك، وهذا واضح من الدموية الشديدة التي تعاملت قوى السلطة والميليشيات مع هذه الانتفاضة، لحد الآن سقوط أكثر من 311 شهيد، طبعا هناك من يتحدث أنه ضعف هذا العدد وطبعا آلاف الجرحى. هل السلطة شعرت فعلا بقلق كبير كما لم تشعر من قبل مع حركات مشابهة 25 شباط مقاومة مسلحة الاعتصامات في المحافظات الست؟ هذه الانتفاضة، هناك من يتحدث الانتفاضة هذه أقلقت السلطة فعلا؟ نعم، هي أقلقتها فعلا بل أصابتها بالهلع. والدليل على ذلك هو مقدار ما قاموا به من أفعال للتصدي لهذه التظاهرات الدموية المفرطة التي جرت في التظاهرات التي انطلقت من 11 ثم تظاهرات الأمس في بغداد والمحافظات الأخرى في 25 تشرين، دموية مفرطة، قوة قاتلة، استباحة للدماء. أيضا نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع أن رغم هذه الدموية أو على الرغم من هذه الدموية المجتمع الدولي ساكت، مو شبه ساكت، ساكت تماما، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في الجواب السؤال السابق، هناك محاولات محمومة لإيقاف هذه الانتفاضة بأي وسيلة من الوسائل، مرت ذلك إلى أنهم بدأوا يشعرون تماما بأن هذه المرة تهدد النظام السياسي بالاقتلاع تماما. لماذا؟ لوجود سبب رئيس في هذه التظاهرات. هذه التظاهرات الآن التظاهرات دكتورة السابقة 25 شباط المنتفضة مقاومة ما كانت تهدد النظام بالاقتلاع؟ ليس بهذه الدرجة، معركة وجودية كانت مع لأسباب. النظام الآن هي المعركة هنا معركة وجود الآن. نعم، الآن معركة وجود حقيقة. لماذا الآن معركة وجود؟ معركة وجود لأسباب عديدة. إذا ظهرنا إلى طبيعة التظاهرات والاحتجاجات مثلا 25 شباط نجري مقارنة، الانتفاضة كانت عامة فيها في جميع أو في غالب المحافظات العراقية 14 محافظة تقريبا 18 محافظة 55 مدينة تقريبا. نعم، في ذلك الوقت البعد في ذلك الوجود الأمريكي ما كان بعيدا جدا،
ما كان ضعيفا إلى هذه الدرجة في العراق. الهيمنة الإيرانية ما كانت بهذه الطريقة، كان هناك نوع من التوازن في القوى، زائدا البعد العربي والإقليمي كان داعم للعملية السياسية بشكل قوي جدا في إطار التصدي للربيع العربي في تلك اللحظة. هذا واحد. ثانيا، الحكومة في ذلك الوقت بل النظام السياسي عامة كان يجد مبررات كثيرة وذرائع لتشويه صورة تلك التظاهرات، باتهامها بالإرهاب، باتهامها بتنظيمات المتشددة، باتهامها بالولاء للخارج، باتهامها بالطائفية أيضا. نعم. رغم أنه شارك فيها كم 55 مدينة. نعم. عراقية و14 محافظة، 18 محافظة عراقية اتهمت، بل استخدم أدواته السياسية في ذلك الوقت سنية كانت أو شيعية لإخماد هذه التظاهرات، واستعمل معها أيضا أسلوب القمع. هذه المرة طبيعة ومستوى ونمط وخلفية المتظاهرين تهدد النظام السياسي، لأنها خرجت من رحم المدن التي كان يعتقد بأن هذه المدن وهذه المحافظات موالية لهذا النظام السياسي، حواضن اجتماعية لهذا النظام السياسي تحت شعار الطائفية وما إلى ذلك. وإذا بشباب هذه المدن ينقلبون على هذا النظام السياسي الذي هو من نفس المذهب، هكذا كانوا يعملون، هكذا كانوا يشتغلون، كانوا يعولون على احياء البعد المذهبي والطائفي من اجل تفريق العراقيين في السياسه المعروفه فرق اسد. هذه المره لم تنجح حيلهم، لا يمكن اتهامها بانها قاعديه ولا داعشيه ولا ارهابيه ولا سنيه ولا انها دعم خارجي. ثم هؤلاء هذه المره ظهروا لا يطالبون بخدمات وباصلاح هنا وهناك او معاقبة بعض الفاسدين هنا وهناك، وإنما هذه المرة خرجوا يطالبون بعبارة واضحة وصريحة بإسقاط النظام. في التظاهرات السابقة والاحتجاجات كنا نقول أن هناك مطالبات بالتغيير، فكان ينبري لنا بعض الإعلاميين ويقولون لا، هي محاولات للإصلاح. الشعب الآن خرج من أجل التغيير، والتغيير بعبارة واضحة وصريحة مدوية. نقطة أخيرة، أن هذا الشباب السلمي خرج يستقبل رصاص وقذائف القوات الحكومية بصدره العاري. نعم. إذن هناك مقدار كبير من التضحية من أجل مستقبل له، وهذا البعد بعد لا أقول جديد وإنما بعد متطور جدا، والدليل على ذلك كم الشهداء الكبير منذ 11 وحتى هذه اللحظة. نعم دكتور، على ذكر الحواضن الاجتماعية أو ما تعتبرها حواضن اجتماعية قوى السلطة والميليشيات بهذه الدموية التي قوبلت التظاهرات خرجت من حواضن اجتماعية، هذه الحواضن الاجتماعية القوى السلطة عندما كانت في المعارضة تعكزت على ما سمت مظلومية السلطة لهذه الحواضن، وأنها تدافع عنهم وعن حقوقهم. وحتى بعد الاحتلال الحشد، ميليشيا الحشد، إنما تأسست للدفاع ضد قوى الإرهاب، ضد داعش، لحماية هذه الحواضن وحماية الشيعة بين قوسين. ما الذي كشفت هذه التظاهرات عندما يسقط من الشيعة أكثر من 400 شاب متظاهر سلمي بيد من كان يقدم على أنه المدافع عن هذه المجتمعات، عن هؤلاء الشباب؟ كشفت حقائق كثيرة. نعم. ومهمة ومؤثرة في المشهد العراقي وحتى العربي. وطالما استشرفت الهيئة، وهنا دعوني أستذكر الرسالة التي وجهتها هيئة علماء المسلمين في العراق لعشائر الوسط والجنوب والعشائر العربية في الجنوب تحديدا ولأبناء شعبنا في الجنوب على مدى سنوات طويلة منذ عام 2005 و6 و7 و8، وكلمتهم بهذا المنطق بأن الأحزاب الطائفية المهيمنة على الحكم في العراق تسعى لتغطية نظامها وإبقائه من خلال إذكاء النزعة الطائفية، وإلا فالنظام السياسي قائم ضد العراقيين جميعا وسيستهدف العراقيين جميعا، ولن يحقق حتى لأبناء الحواضن الاجتماعية لهذه الأحزاب ما يتمنونه من أمن وسلام ورغد العيش وما إلى ذلك، وأن الأيام القادمة ستثبت ذلك، وهذه الأيام تثبت ذلك. قبل مدة هذه الحواضن قدمت عشرات الآلاف من أبنائها للانضمام إلى ما يسمى بالحشد الشعبي لقتال داعش، وإذا بهم هذه الحكومة وهذا النظام السياسي يكافئهم بعد ذلك بالإهمال، بالإبعاد، بالإقصاء، بالحرمان من الحياة من خلال الحرمان من الوظائف، بحرمانهم من أبسط الخدمات
ومن أيسر الخدمات، وبهيمنة هذه الأحزاب الطائفية على كل المقدرات والثروات في هذه المدن. مع العلم كانت الوعود من الحكومة ووقي والسلطة اصبروا علينا حتى ننتهي من الإرهاب ونتفرغ للبناء والتنمية، ذريعة الإرهاب، كل شيء كان يعلق على شماعة الإرهاب، كل شيء تأخر بسبب الإرهاب. طيب، انتهى الإرهاب كما يسمونه، والآن بيننا وبينها تقريبا سنتين. ماذا حصل؟ عندما رأى الناس أنه لا نتيجة ولا وعد من هذه الوعود قد نفذ، فاض بهم الكيل، فخرجوا يطالبون بحقوقهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أن كثيرا من هؤلاء قدموا ضحايا في المعارك في إطار ما يسمى بالحشد الشعبي، وهم الآن يطالبون بحقوقهم. ورأينا كثيرا منهم في التظاهرات يقول أنا عندي شهيد، وأنا عندي شهيدين، وعندي ثلاثة، وقدمناهم من أجل الفتوى، فتوى المرجعية، ومن أجل الدفاع، مقاتلة الإرهاب، وإذا بنا بالنتيجة نعامل معاملة الإرهابيين، بل انطلقت عباراتهم، وصفوا الحكومة نفسها، الحكومة الحالية، بأنها داعشية، وهذا تغير كبير في الخطاب. نقطة أخرى، النظام السياسي القائم الآن شهد خلال المرحلة الماضية هيمنة واضحة وصريحة للأذرع الإيرانية في العراق. وهذا تسألك دكتور، أيضا هناك من يتحدث أن هذه التظاهرات والانتفاضة تشرين أيضا قدمت كشف آخر فيما يتعلق بالموقف، حتى نتحدث أيضا بحكم الواقع، موقف الشيعي من إيران. التظاهرات التي خرجت العام السنة الماضية في تموز في البصرة ومحافظات جنوبية، والآن كان نصب أعينهم الموقف من إيران، هناك كتافات من إيران ضد إيران ضد قاسم سليماني، يعني هذا أيضا تطور وموقف لافت في هذه الانتفاضات. نعم. وكشف أيضا بكشف بشكل واضح جدا، هو تم الكشف على مرحلتين. نعم. إذا تابعنا التظاهرات السابقة، تظاهرات تموز في العام الماضي وقبل تظاهرات رجوعا إلى عام 2010، نجد أن هناك تيارا ما داخل هذه التظاهرات كان واضحا وصريحا ضد إيران منذ اللحظة الأولى. نعم. ولكن الميزة في هذه الانتفاضة، نعم، أنه أصبح تيارا طاغيا وشامل للجميع. لما؟ لأن بعض من كان يعول على إيران وأنها ستكون حاضنة، وأنها ستكون الأب الرحيم والرؤوف والسند، وأنها ستأخذ على أيدي هذه الأحزاب، يفاجأ بأن النظام السياسي الإيراني بدءا مما يسمى الولي الفقيه ونزولا إلى أصغر ضابط وسياسي فيه، يقف أمام آمال هؤلاء الشباب ويدعو للتصدي لهذه التظاهرات بكل قوة بكل حزم، ويسخر آلته الإعلامية للوقوف أمام هذه التظاهرات، وكانوا في ذلك أكثر اندفاعا حتى من النظام السياسي القائم في العراق. حين ذاك سقط القناع وانكشفت الأمور، بل أن هذا النظام السياسي سخر كل أدواته في العراق العسكرية والإعلامية والسياسية، بل حتى والدينية، للوقوف بوجه هذه التظاهرات. أستاذنك دكتور وأيضا المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال الحوار والنقاش مع ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة من طاولة حوار، دكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. فابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من طاولة حوار، والتي نستضيف فيها الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور، تحدثنا عن قضية أنه الانتفاضة تشرين تأتي في سياق أو مسار وطني بدأ من المقاومة المسلحة ضد الغزو الأمريكي ومشروعه، انتقل إلى تظاهرات 25 شباط، تظاهرات المحافظات المنتفضة، الكهرباء، الانتفاضة تموز السنة الماضية، وصولا إلى انتفاضة تشرين. هل تعتقد
أنه كل هذه الحركات المسلحة، مقاومة وطنية والتظاهرات الشعبية، قد أسست لبناء وطني يمكن البناء عليه في إخراج العراق من هذا النفق الذي وضع فيه من عام 2003 إلى اليوم؟ هل هناك بناء وطني الآن يعول عليه، يراهن عليه؟ نعم، يمكن المراهنة على ذلك، وإن جاد المجادلون وعاند المعاندون، بل أن هذا البناء الوطني كان موجوداً حتى منذ ساعة الاحتلال الأولى، ولكن بسبب هيمنة النظام السياسي والوعود. دكتور اسمح لي، خلينا قاطعك، البناء الوطني موجود، لكن البناء الوطني الحقيقة لم يكن مكتمل الأركان كما هو الآن، وأنت تعرف. وسأجيبك يعني، نعم. أنا إذا أصل لهذه النتيجة. أي نعم. البنية الوطنية تأثرت كثيرا بسبب وعود المحتلين أولا، نعم، ووعود الذيول السياسية التي جاءوا بها، نعم، والتي أسسوا من خلال مجلس الحكم وصولا إلى حكومة الاحتلال الحالية. اللعب بعواطف الناس، إثارة البعد الطائفي والمذهبي، تشويه صورة المقاومة، نعم، تعزيز أو فسح الفرص للتيارات المتشددة والغالية في التعكير على صفو الصورة الوطنية، ثم التأثير على الكتلة البارزة في ذلك الوقت في مقاومة والتصدي للاحتلال، وهي القوى المناهضة للاحتلال، وشق صفة من خلال دعم بعض الأحزاب منها للمشاركة في العملية السياسية للإيهام بأن العراقيين جميعا يشاركون في هذه العملية، ثم سد كل الطرق على العراقيين في استثمار فرصة من الفرص المناسبة لإعادة الصف وجمع الكلمة، بل ابتكروا وسائل عديدة وكثيرة جدا للتعكير على هذا الموضوع. منها أذكر بحادثة سامراء الأليمة في عام 2006، كانوا في كل مفصل من المفاصل التي يظنون أو يعتقدون بأن العملية السياسية في مأزق يخرجون لنا مشكلة ما تعمق الشرخ الطائفي والمذهبي. لكن بمرور الزمن، وهذه سنة اجتماعية تحتاج إلى وقت لتتكون وتظهر، التظاهرات التي يعني انطلقت منذ 11 وحتى هذه اللحظة تجاوزت هذا الأمر كثيرا، وأعادت الصورة الوطنية التي كانت عليها قبل وفي بداية الاحتلال، وكأن أزاحت كل الغبار الذي حاول الاحتلال وأعوانه إبقاءه على المشهد وعلى صورة الواقع العراقي. الأمثلة على ذلك، قد يشكك البعض يقول هذه حالة عاطفية، طيب والحالة الوطنية أو أي حالة أخرى تبدأ من بعد عاطفي ثم تتحول إلى قناعات راسخة. الذي نراه الآن أن الشباب نزل إلى الشارع بقوة وبعاطفة واندفاع كبيرة جدا مع قناعات راسخة، خطاب واحد بتغيير النظام السياسي لم يرفع، الأمثلة الأدلة والشواهد على ذلك لم ترفع إلا راية العراق، لم يتم التطرق إلى أي بعد طائفي، بل أن هذه الانتفاضة وجدت أن المنصة الإعلامية الرئيسة والكبيرة الساندة لها، أقول بكل صراحة، تمثلها وسائل الإعلام والقوى بين قوسين السنية في العراق وفي المنطقة العربية، التي تعاطفت بشكل كبير مع هذه الانتفاضة وعولت عليها، وهي تعرف بأن الغالبية فيها هم من شباب المحافظات الوسطى والجنوبية الذين يمثلون كما يظن النظام السياسي الحاضنة الاجتماعية له. هذا التلاحم السني الشيعي على نظريا وعلى الأرض يعطي أبعاد كبيرة جدا لتعافي الروح الوطنية. نقطة أخرى، أن هذا الشباب كان واعيا جدا بعوامل تشويه الصورة الوطنية، فابتدأ بالنظام السياسي فطالب بتغييره بل واقتلاعه، ثم تحول إلى المرجعيات الدينية التي ساندت النظام السياسي في ترسيخ هذه المفاهيم. سنعود لهذه النقطة، طيب، لو سمحت. وتوجهت أيضا نحو الداعمين لهذا النظام السياسي وتحديدا نحو إيران، وتوجهت أيضا إلى السياسيين بالتحديد بالأسماء وبالصفات وبالأفعال فضلا عن الميليشيات. إذن كل العوامل التي ترسخ، بل الأمر تعدى دكتور إلى قضية ليس مهاجمة، يعني مهاجمة سياسية وإعلامية، إلى حرق مقرات الأحزاب والميليشيات. هذا التعبير العملي، هذا هو الدليل على ما أقول. إذن كل العوامل التي كانت تعمل على إضعاف الروح الوطنية تنبه لها الشباب. سنتحدث أيضا عن قضية أنه هل أبانت أو أظهرت انتفاضة تشرين مستوى وطني متقدم
ربما مختلف عما كان في المرحلة السابقة. دكتور، السلطة وأنصارها وقوى العملية السياسية يجادلون أن هذه التظاهرات، طبعا في سياق تشبيهها بتظاهرات الربيع العربي، تظاهرات السودان والجزائر والتظاهرات موجودة في لبنان، أنها مختلفة عن هذه التظاهرات. تلك التظاهرات قد خرجت ضد أنظمة استبدادية دكتاتورية فاسدة، التظاهرات في العراق مطلبية، وسنتحدث هل هي مطلبية أم سياسية، لأن النظام القائم في العراق هو نظام ديمقراطي يؤمن بتداول التداول السلمي للسلطة، أتى بإرادة شعبية عن طريق صناديق الاقتراع، ولذلك التظاهرات في العراق لا تتشابه مع التظاهرات التي أسقطت أنظمة عربية دكتاتورية. نعم، هي لا تتشابه، نعم، لكن من جهة أخرى، من زاوية أخرى، زاوية نظر أخرى. الانتخابات التي يقولون عنها أنها ديمقراطية في العراق هي زاد هؤلاء الشباب في التظاهر الآن. لما؟ لأن الشعوب العربية الأخرى تظاهرت ضد أنظمة استبدادية، نعم، شمولية، نعم، أيضا كانت تجري انتخابات وتقول ديمقراطية. فهنا انتخابات يقال إنها ديمقراطية، وهنا انتخابات يقال إنها ديمقراطية. الفرق أن الانتخابات التي جرت في العراق جرت في ظل الاحتلال، وتلك الانتخابات لم تجري في ظل الاحتلال. فمن باب أولى أن تكون تلك التظاهرات مطلبية في تلك البلدان وتغييرية في بلدنا لتغيير واقع الاحتلال. أمر ثاني، أن التظاهرات المطالبية في البلدان العربية الأخرى خرجت ضد أنظمة كما قلت مستبدة تطالب بالتغيير، إصلاحات، ثم لم ترعوي هذه الأنظمة وانتهت في بعضها للتغيير، وبعضها ما زال إلى الآن كما في الجزائر على سبيل المثال. فإذا هم يعلمون تماما أن كل الصور الديمقراطية التي كانت تسوق لهم أنها كاذبة. دكتور، حتى هذه الحجة الآن في الانتخابات الأخيرة يبدو أنه لم تعد وجيهة، 83% من الناس قاطعوا الانتخابات. دعني أوضح لك لماذا. ففي السودان، في الجزائر، في تونس، في بلاد أخرى، في مصر على سبيل المثال وغيرها، في سوريا، الكل يعتقد تماما بأن كل ما يجري من انتخابات واستفتاءات هي صورية. لكن المشكلة أننا في العراق جزء من الشعب العراقي في بداية الاحتلال كما قلنا للأسباب التي ذكرناها سابقا، نعم، كان يعتقد حقيقة بأن هناك طرفا ما خارجيا جاء لتخليصه، وأن هذا الطرف سيوفر له عملية سياسية. ودخل كثير من الناس في الانتخابات رغم المقاطعة الكبيرة، كانت نسبة المقاطعة في ذلك الوقت 42%، 58% من الشعب العراقي، فلنفترض شارك في الانتخابات. إذا كان هناك جزء من الشعب العراقي صدق بأن هذه الانتخابات ستسفر عن شيء، وإذا بهذه الانتخابات في كل مراحلها لا توصله إلى شيء، إذن هو خدع مرتين بخلاف الشعوب العربية. والدليل الانتخابات الأخيرة تفضلت بالحديث عنها ونسبة المقاطعة الكبيرة لها. إذن هذه الانتخابات مهدت لظهور هذه الانتفاضة. إذن هناك وعي شعبي بدأ بالتكون بعدم جدية هذه الانتخابات وأنها تسويقية لإبقاء عوامل النظام السياسي على الأرض، إبقاء الأحزاب الطائفية والعرقية من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، إبقاء فقط تغيير شكلي لبعض الوجوه من باب تغيير الوجوه فقط لا أكثر ولا أقل. فإذا نعم، هي تختلف مطالبنا أو تظاهرات الشباب ومطالبهم في العراق ألح وأبرز وأهم وأشد حاجة من التظاهرات في البلدان الأخرى، لأننا في حالة احتلال مزدوج إلى هذه اللحظة. نعم. أيضا دكتور، في إطار مواجهة هذه الانتفاضة الشبابية من قبل قوى السلطة، هناك محاولة لتضعيف هذه التظاهرات، تسفيها إذا صح التوصيف، عبر تقديمها أنها تظاهرات مطلبية تتعلق بخدمات، بتوظيف، ببطالة، ليس لها أي هوية سياسية، بدون قوام، بدون مضمون سياسي. فعلا لا مضمون سياسي لهذه التظاهرات، فقط مطلبية لا غير. أولا، هذا التقسيم إلى مضمون سياسي ومطلبية هو تقسيم ابتدعته الأنظمة الاستبدادية للتهوين من التظاهرات. وإلا الإنسان ماذا يطالب في الحياة من أي نظام سياسي؟ يطالب بمطالبه الحياتية، الخدمات الأساسية، الحقوق التي يفترض بالدولة أن تقدمها، الواجبات التي ينبغي يعني أن تقدمها لمواطنيها،
الحق في التعليم، الحق في الصحة، العمل المناسب، العيش بكرامة وما إلى ذلك. كل هذه تكاد تكون معدومة في العراق، فعندما يطالب بها العراقي يعد هذا عيبا لأنها ليس فيها مطالب سياسية. هذه نقطة. نقطة أخرى، المطالب الأساسية في كل بلدان العالم هي التي غيرت وحدث التغييرات كبيرة وثورات كبيرة جدا، والتظاهرات في كل البلاد العربية التي جرت هي أدت إلى نتيجة سياسية، تظاهرات مطلبية وصلت بالنتيجة إلى نتيجة سياسية. الآن الشباب الانتفاضة يطالبون بالمطالب هذه، ولكن تطور خطابهم على مدى سنوات من عام 2010 يطالبون بمطالب خاصة. عندما يئسوا من ذلك انتقلوا إلى المطالب السياسية. أنا أستطيع أن أعبر عنها، يعني لا أفرق بين مطلب سياسي ومطلب خدمي. أقول الشباب العراقي خرج ليطالب بحقه في الحياة، حقه في الحياة، وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن أن يحصل على هذا الحق في الحياة والمستقبل أيضا إلا إذا غير النظام السياسي. فهي مطالب سياسية بالدرجة الأساس، ولا أظهر ولا أعلى من صوت الشباب في الساحات وفي نادي بتغيير النظام. إذن هي محاولات، أعتقد أنها محاولات فاشلة ولن تحقق الغرض الذي تريده. نعم دكتور، إلى أي حد تعتقد أن هذه التظاهرات أو الانتفاضة الشعبية أفصحت عن حالة أو مستوى متقدم من الوعي الوطني تجاوز كليا حدود وخطوط الطائفية والعرقية ومفردات هذا الخطاب الذي تأسس بعد عام 2003؟ الآن هذه المرحلة، مرحلة الخطاب الطائفي وخطوطه أصبحت من الماضي. لا يمكن أن نحكم هكذا بهذه السهولة يعني، لكن أعتقد أنها بنت أساسا متينا ومكينا لهذا الأمر، لأن موضوع التجاوز الطائفي يحتاج إلى جهود أكبر. الآن وفرت الأجواء، على الأقل خلقت جوا وطنيا عاما يمكن للجميع أن يتحاور في ظلها، أن يطرح أفكاره، ثم مخففت النظرة التي كان ينظر بها كثير من الشباب للآخر من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. الآن هذا الشباب ينظر إلى بعضه بمعزل عن النظام السياسي الذي زرعه الطائفية بلدان. أمر آخر أن عوامل ترسيخ الطائفية ما زالت موجودة، نظام سياسي طائفي، قوى سياسية وأحزاب طائفية، مرجعيات دينية للأسف تنهج نهجا طائفيا فضلا عن إرادات خارجية تسعى لإبقاء هذه التركيبة الطائفية والعرقية. لكن عفوا إذا تسمح لي، هذه أوجدت أرضية وبيئة مناسبة لتنامي هذا البعد الوطني من أجل وضع خطط مستقبلية بالاستفادة مما سيحصل إن شاء الله لتجاوز الموضوع الطائفي. وهنا أفرق بين الموضوع الطائفي والموضوع المذهبي، نحن لا نتحدث عن البعد العقدي. نعم. البعد العقدي سيبقى لكل معتقده، ولكن أن يتعامل الجميع في إطار وطن واحد على أساس المواطنة، ويتفهم كل طرف احتياجات والتزامات واعتقادات الطرف الآخر. المقصود طبعا بالتوظيف السياسي للبعد المذهبي. للبعد المذهبي والطائفي. دكتور، كيف يمكن تصور مستقبل العملية السياسية وقواها بعد هذه الانتفاضة وما أحدثته من مناخ؟ الآن تطرقت إلى جزء من عنده، مناخ يتعلق بالمستوى الوطني المتقدم، قضية القضية الطائفية، تراجع حدة الطائفية، مستقبل للعملية السياسية بدون آلة البطش والقمع، هل ثمت مستقبل لها بعد كل الذي جرى؟ المستقبل موجود، ولكنه ليس بالضرورة يكون قريبا، ما دامت آلة البطش والقتل والرضا الإقليمي والدولي عنها موجودة، فأعتقد بأن قد يطول بنا الزمن قليلا. ولكن الأساس المكين والمتين كما قلت قبل قليل لهذا الأمر قد وضع الآن. العراق ليس بلدا يمر بظروف طبيعية كغيره من البلدان، حكومة مستبدة ثم يخرج الشباب مناداة بالإصلاح ثم بتغيير النظام، ثم تنبري قوى سياسية ومدنية حية وتستوعب هؤلاء الشباب وتحدث التأثير والضغط المناسب على الحكومة للتغيير. بلدنا يختلف، بلدنا محكوم باحتلالين، أولا بلدنا في داخل معادلة في صراع أمريكي إيراني، بلدنا داخل في معادلة استقطاب للأسف إقليمية، بلدنا بسبب هذه المعادلة الاستقطاب الأطراف العربية المفروض أن تساند هذه القوى الحية في العراق مبتعدة ومتفرجة، بل وحريصة على أن لا يؤتي هذا التحرك
ثماره، لأنه لها امتدادات وعلاقات قوية مع النظام السياسي الحاكم في العراق. هي في وارد آخر، في وارد معركة موهومة مع إيران، في وارد معارك حقيقية بينها. فإذا العوامل المساعدة على تحقيق نتائج إيجابية وسريعة لهذا التغيير غير متوفرة حتى اللحظة، ولكن كما قلت هذه التظاهرات مهدت لمستقبل أفضل من الواقع الذي نعيشه، من الماضي الذي عشنا فيه. نعم دكتور، قوى السلطة كلها تتحدث عن تفهم لمطالب المتظاهرين وتقر بمشروعيتها، وفعلا هناك قصور وتقصير في أداء الحكومة أو الدولة، وأنه حان الوقت لإنجاز شيء من الإصلاح والتقويم في العراق. هل ثمت آذان مصغية شعبية لهذه الوعود بعد 17 سنة من الوعود؟ هل ما زال هناك وقت متاح أمام قوى العملية السياسية من وجهة نظر الشعب أن يعطي أيضا وعود، أن يصبر أكثر على هذه الوعود حتى تنجزها الحكومة؟ الحكومة طبعا تتعكز أنه مشاكلنا كثيرة ولا نملك عصا سحرية. هل سيكون هناك صبر شعبي على الحكومة وقوى السلطة؟ أعتقد أنه مستوى الصبر بدأ ينفد، ولن تكون الأمور كما كانت سابقا. فهذه الاعترافات الحكومية لأركان النظام السياسي هي اعترافات اضطرارية وليست اعترافات صادقة وحقيقية، لأنهم كانوا قبل أيام وأسابيع ينكرون هذا الأمر ويقولون بأن الظروف جيدة والأوضاع كما يقولون وردية، وأنه هناك ظروف ضاغطة ولا توجد فرص عمل ومصاعب مالية واقتصادية، وإذا بهم بلحظة واحدة نكتشف بأن لديهم وظائف فرص للعمل، وأن لديهم إمكانيات للدعم المجتمعي ماديا ومعنويا، وأن لديهم خطط للإصلاحات وما إلى ذلك. طيب أين كانت هذه طيلة يعني 16 عاما؟ ثم 16 عاما ليست زمنا قصيرا بحيث أنه لا ينجزون فيه هذه الأمور. مرت هذه الخدعة على الشعب العراقي عدة مرات، خاصة النظام الكل يدعمه، توافر على مليارات مئات المليارات من الدولارات. الدينار العراقي رغم ضعفه لم ينهار كما انهارت عملات دول أخرى. نعم. في ظروف أحسن من ظروف العراق. لما؟ لأن محكومة العملية لا يراد لهذا، هو أساسا لا يوجد ما يسمى باقتصاد العراقي. نعم. يعني أنا مرات لما أشوف في وسائل الإعلام تحسن طفيف في الاقتصاد، أي تحسن أي غيره، أصلا لا يوجد ما يمكن أن ندعوه باقتصاد عراقي، ولكن لعبة دولية محكومة تريد أن تبقي على الأوضاع في العراق كما هي. فإذا لا أعتقد أن هذه الوعود صادقة، وهذه الوعود مؤقتة عبر تخدير تعطى للمتظاهرين في هذه اللحظات، ثم بعد ذلك سيكتشفون بأنه لا يوجد شيء على أرض الواقع. وأختم بنقطة مهمة في هذا الجانب فيما يتعلق بموضوع الخدمات. كانوا سابقا يتحدثون عن مناطق حساسة، مناطق ساخنة، محافظات ساخنة ومناطق غير ساخنة. طيب إذا كانت المنطقة غير ساخنة، ماذا قدمتم لها من خدمات أساسية، من إعمار، من تحسين فرص العيش، من توفير الدعم للمشاريع، من ضمان صحي واجتماعي وما إلى ذلك؟ كل هذا غير متوفر. بل قد تكون حالة بعض المحافظات التي كانوا يسمونها مناطق ساخنة أفضل من حالة محافظات كثيرة في الجنوب وفي الوسط. إذن هي مجرد خدعة تعودوا على خداع الشعب العراقي، ويظنون بأن الشعب العراقي يمكن أن يخدع بها هذه المرة أيضا. هذه وجهة نظري لما أطلق من وعود أو ما يسمى بهذه الحزم الكاذبة الآن التي يعلنون عنها. حزم الإصلاح. دكتور، أيضا من ضمن الأسلحة التي تعتمدها السلطة في مواجهة هذا الحراك أسلحة كثيرة: شيطنة، ربطة بأجندات خارجية، القمع، الرصاص. هناك عملية التخويف أن هذه الانتفاضة والتظاهرات ستقودنا إلى المجهول، إلى الفوضى، إلى اللا دولة، وهذا ما ورد في خطاب رئيس الحكومة، تخويف من المجهول. هل تعتقد أنه فعلا قد نذهب إلى المجهول كما تقول الحكومة وقوى السلطة طبعا؟ وهل نحن في المعلوم الآن؟ نعم، هم يقولون في المعلوم. العراق الدولة كما يقول العراق في مجهول منذ ساعة الاحتلال وحتى اللحظة. نعم. العراقي يخرج صباحا إلى بيتي لا يعرف هل سيعود أم لا،
طالب المدرسة يذهب إلى مدرسته يبقى أهله في قلق هل سيعود أم لا، وقس على ذلك أمثلة كثيرة لا أريد أن أستطرد. العراق في المجهول وسيبقى في المجهول لمدة قادمة ما لم يكن هناك تغيير كامل وشامل. نقطة أخرى، هذه حجج الطغاة دائما، هذه الحجة نفسها سمعناها في كل البلاد العربية التي جرت فيها تظاهرات من أجل الإصلاح أو التغيير. وأقرب مثال بالأمس سمعنا خطاب حسن نصر الله يتحدث بنفس المنطق وبنفس العبارات وكأنه ينقل نفس العبارات التي تحدث بها ما يسمون بأركان النظام السياسي في العراق. إذن هي محاولات كما قلتم أنتم لشيطنة، ولو هذا المصطلح يعني لا أرغبه ولكن نعم نستخدم لشيء تشويه نعم صورة هذه التظاهرات والتخويف من المجهول. أي مجهول، والآن الميليشيات تتقاتل فيما بينها كما حصل في ديالة وما إلى ذلك. إذن هناك العراق في مجاهيل عديدة، لا يراد لهذه المجاهيل أن توصل العراقيين إلى المعلوم الحقيقي وهو وطن حر آمن ذو سيادة يعيش فيه أبناؤه بعز وبكرامة مع أبسط الحقوق. لا يريد العراقيون الآن الحقوق التي تتمنها شعوب أخرى، يريدون أيسر سبل الحياة لإدامة معيشتهم. نعم دكتور، أيضا هناك تظاهرات في عارمة في لبنان ضد أيضا نفس المعادلة الطائفية الموجودة في العراق، ضد أيضا هيمنة إيرانية كما موجودة في العراق. هل تعتقد أنه ثم ترابط بين هذا الحراك في العراق والحراك الذي في لبنان على اعتبار أنه بتشابه نفس الظروف السياسية والطائفية الموجودة في العراق وفي لبنان، هل ثم ترابط؟ نعم أنا أعتقد أن الروابط كثيرة. أول رابط هو النظام الطائفي الموجود في لبنان وفي العراق، نظام المحاصصة في لبنان هو أقدم وأعرق، ولكن رغم هذه العراقة ورغم اشتراك كل المكونات اللبنانية في ترسيخه وفي احترامه للمحافظة على وجودها طيلة حوالي أكثر من عشرة عقود إلى أنها تكتشف في هذه اللحظة أن ما كانت تظن أنه ضمانة لأمن الطوائف في لبنان أصبح وسيلة لكسب وغنى الزعماء وإفقار المجتمع، فثارت على نظام طائفي وسياسي مرعي لبنانيا وإقليميا ودوليا ومعترف به ولا أحد يشكك فيه نتيجة التعدد الموجود الكبير الموجود في لبنان، يثورون عليه بعد عقود طويلة، فما بالك بنظام سياسي طائفي قيد البناء الآن في العراق عمره 16 سنة فقط. هذا عامل الشبه الأول. العامل الثاني هو النفوذ الإيراني في كلا البلدين، إيران تحكم العراق وتحكم لبنان من خلال حزب الله، وهذا أمر واضح وصريح. لذلك يحاول زعماء السياسة في لبنان بإلقاء التهمة أحدهم على الآخر، رئاسة الجمهورية تقول هم يطالبون الحكومة والحكومة تقول هم يطالبون رئيس الجمهورية، وحسن نصر الله يقول هم يطالبون الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهكذا أحدهم يلقي بالتهمة على الآخر وهم يعون تماما بأن الشعب اللبناني ثار على الجميع. هذا عامل آخر. عامل ثالث أن التظاهرات التي جرت في العراق جرت في وسط أو في ظل ظروف إقليمية محتقنة. أبرز ساحتين للصراع الأمريكي الإيراني بغض النظر عن النيات، بغض النظر عن التعاون والتخادم الحاصل بينهما، هما العراق ولبنان. أمريكا وإيران تعلمان تماما أن أفضل وسيلة للمحافظة على التوازن بالقوة بين الطرفين هو إبقاء حالة العراق هادئة وحالة لبنان هادئة، وإذا بالحالتين تنفجران في وقت واحد. تأثرت لبنان بالعراق، تأثر العراق بغيره، المهم بأن الشعوب تتأثر. وهنا أؤكد على نقطة، الدعم الكبير الذي حظيت به التظاهرات في العراق منذ 11 وإلى هذه اللحظة من الشعوب والإعلاميين العرب وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي كان لافتا هذه المرة، كأن الناس كانت في إحباط وإذا الأمل يأتيها من البلد الذي كانوا يظنون أنه لن تقوم له قائمة أبدا وهو العراق. نعم دكتور، أيضا فيما يتعلق بالتظاهرات في العراق هناك محاولات الحقيقة مستميتة من بعض قوى العملية السياسية الميليشياوية للانخراط في هذه التظاهرات، لركوب موجة التظاهرات، للالتحاق بها بذريعة حماية المتظاهرين، تفهم مطالب المتظاهرين. ما الخطورة على التظاهرات من هذه الاندفاع من قبل بعض قوى العملية السياسية لتصدر التظاهرات أو الانخراط في صفوفها؟ أعتقد أن هؤلاء وكما قيل قد فاتهم القطار.
الشباب واعون تماما وما جرى بالأمس في ساحة التحرير كان مثالا واضحا وصريحا على ذلك. الكل يعي أن هناك أحزابا سياسية وتيارات تحاول ركوب الموجة أما لمصالح الخاصة أو لتحييد هذه التظاهرات والسير بها مسار آخر لضبط إيقاع العملية السياسية. ولاحظ أيضا الشبه بين العراق ولبنان. نعم. أن نفس المحاولات تجري في لبنان لركوب هذه الموجة، وأيضا كان جواب المتظاهرين والشباب في الساحات نفس الجواب، وهو إبعاد كل العناصر التي تريد إحداث ذلك، فأبعدت العناصر الحزبية في العراق وأبعدت في بيروت وفي لبنان عموما. فإذا هذه المحاولات أعتقد أصبحت مكشوفة وواضحة لأنها جربت عدة مرات، وهؤلاء يبدو أنهم، وهذا من حسن حظ الشباب، أنهم لا يجددون في محاولاتهم لركوب الموجة، نفس الأسلوب نفس الطريقة نفس التصريحات، بل أن بعضهم قبل التظاهرات تبرأ منها ولما رأها قد انتشرت حاول مرة ثانية أن يعود إليها. نعم. أيضا دكتور، نتطرق طبعا في الدقائق الأخيرة لموقف المرجعية الدينية من التظاهرات. لحد الآن الموقف المرجعية الدينية من الممكن وضعه في خانة التماهي بالكامل، وإن قدمت خطابا مغايرا مع السلطة، مع قوى السلطة الفاسدة، مع الميليشيات، لم يرقى هذا الموقف إلى فداحة الحدث أن هناك أكثر من 400 إلى 500 شهيد، آلاف الجرحى، لا زال خطاب ما يسمى المرجعية الدينية بنفس الوتيرة. يعني ما الذي يمنع أن هذه المرجعية الدينية أن تلامس معاناة الناس وهذه الفاجعة الكبيرة التي مست المجتمع في العراق؟ الذي يمنعها أنها شريكة في جريمة توطيد النظام السياسي. كلام خطير دكتور، شريكة طبعا منذ لحظة الاحتلال الأولى وحتى الآن. نعم. هي شريكة في ظل هذا شريكة في توطيد النظام السياسي منذ اللحظة الأولى التي دعت فيها إلى الانتخابات في العراق عام 2004، وبيانات المرجعية في ذلك الوقت كانت واضحة وصريحة، كانت تعترض فقط على التوقيت، لا تلقي بالا لأن أنها انتخابات ستجري في ظل احتلال وأنها لن تكون شرعية ولن تحظى بالمصداقية وأنها لن تمثل جميع العراقيين، ومع ذلك تغاضت عن ذلك ثم استمرت في استثارة الشعب العراقي من خلال خطابها الطائفي ودفاعها المستميت عن العملية السياسية. حتى في أحداث عام 2006 للأسف كان للمرجعية دور سلبي في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك، بعد فشل العملية السياسية وظهور الفساد وانكشاف كل الأخطاء الكبيرة وابتعاد الطغمة السياسية الحاكمة في العراق عن مصالح العراقيين، ومع ذلك بقيت المرجعية في دعمها للعملية السياسية. أحيانا تحاول الانزواء خلف الأصبع فتقول بأنه هذا شأن متروك للسياسيين، أو تصدر توجيهات عامة ومطاطة غير مفهومة. دكتور، هي قالت نحن يعني بح صوتنا ونحن ننادي الطبقة السياسية بالإصلاح، لا أحد يسمع لنا. هذا الكلام لا ينطلي على عاقل، لأنه الكل ينادي. إذا نرجع للوثائق، نعم لديها بيانات تنادي، لكن فرق بين الذي يستطيع أن يغير، الذي يستطيع أن يفعل، الذي يستطيع أن ينزع الشرعية، الذي يستطيع أن يشكك، الذي يستطيع أن يغير في معادلات العملية السياسية. المرجعية شريك أساسي. لماذا؟ لأن كل السياسيين كانوا يأخذون الشرعية منها أولا، وكانوا يعودون إليها حتى في التحالفات السياسية، وكانوا ينتظرون بيانات هذه المرجعية من أجل مضي في هذه العملية السياسية أو تلك. في كل إخفاق للعملية السياسية كانت المرجعية حتى في هذه اللحظة الحاسمة الآن أيضا يتكئون يستندون إلى جدار المرجعية. قبل ذلك حتى في موضوع الحشد الشعبي، ما يسمى بالحشد الشعبي، من وقف للحكومة غير المرجعية؟ وحتى هذه اللحظة في البداية تنكرت للموضوع وطالبت الأصوات الرمزية الظاهرة، كانت العبارة فيها مواربة، ولكن بعض الوكلاء في بعض المحافظات كان خطابهم صريحا باتجاه أي شيء، صريحا باتجاه المحافظة على هذا النظام السياسي بأي صورة من الصور. نتحمل الفشل، نتحمل الفساد، نتحمل الفقر، نتحمل الجوع، ولكن هذا نظامنا السياسي الذي يحمينا، كما قال أحدهم العملية السياسية حسيننا. بالضبط. نعم. فإذا أيضا استخدموا، لاحظ، الخطاب الطائفي في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك لما تعمقت التظاهرات وأثبت الشباب أنفسهم، وإذا بالمرجعية تحاول أن تمسك العصا من الوسط. إلى الآن حتى في موضوع التحقيق والدماء، تقرير اللجنة الذي ظهر، اللجنة الحكومية،
كان ينبغي للمرجعية أن تصدر بيانا واضحا في استخفاف هذه اللجنة التحقيقية والحكومة بدماء الشباب، ولكن المرجعية في واد والشباب في واد آخر والحكومة طبعا في واد المرجعية. نقطة أخيرة أختم بها في هذا الموضوع، أن خطوطا حمراء كثيرة قد تم تجاوزها من قبل شباب الانتفاضة. الحكومة مفهوم، نظام السياسي مفهوم، ميليشيات مفهوم، ولكن لاحظ منذ سنوات بدأ معدل انتقاد المرجعية الدينية بالتصاعد في هذه الانتفاضة، بلغ الحد الأعلى. وهنا أنا أقول أعول على روح وطنية لدى هذا الشباب، لأنه اكتشف، وليس أخهم، اكتشفوا منذ مدة، اكتشف بأن هذه المرجعية هي الغطاء الضامن لبقاء الحكومة والمانع الرئيس لحصول هؤلاء الشباب على حقوقهم وحقهم في العيش وفي المستقبل. شكرا دكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة من طاولة حوار. إن شاء الله نلتقي في حلقات إن شاء الله قادمة، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.